أنا طالبة مريم مصطفى، اليوم كرموني نجحت، طلعت الأولى بفضل جهد أمي وأبوي، وإن شاء الله أنا أكبر أصير دكتورة أفرح أمي وأبوي. أنا طالبة متفوقة لأبي مارس صابر، وأشكر معلميني والمدير، وأطمح أن أصير دكتورة. أنا اسمي عبد الرحمن أحمد وطلعت متفوق، وأنا أطمح، واليوم أخذت نتيجتي، وأنا أطمح أني أصير مهندس من نسل كبير. مدارس تشمل قوميات وأقليات مختلفة، حيث يوجد المسلم الشيعي والسني واليزيدي والمسيحي وكل الديانات والقوميات الموجودة في مدارسنا، ولكن يتعاملون بروح الأخوة